من مسعود بلال. ما أسعد مسعود بلال، ضربة جزاء سنشاهدها مرة ومرتين. يبدو بأنه كان في احتكاك بين المدافع بدبودة ومسعود والحكم. هاي الكرة، هاي من هذه الزاوية انطلق واصل، تأخر هنا بدبودة، رمى نفسه واحتك ولم يصل على الكرة. وجها لوجه، وجها لوجه مع عثماني، الهدف الأول. مسعود بلال يفتتح باب التسجيل لشبيبة الثورة. هو من قام بالمجهود، وهو من انطلق، وهو من تحصل على ركلة جزاء، وهو من تولى وتحمل المسؤولية وانبر بنجاح بهدف أول. الكرة في جهة وحارس المرمى في جهة. هذا هو الهدف الذي كنا ننتظره، وهذا هو الهدف الذي كنا نتمناه، وهذا هو الهدف الذي قلنا بأنه في حال ما جاء من الجانب. بوزياني يتهيأ، بوزياني الذي فاز في الامتحان الأول أمام بن عيادة، هل سيفوز في هذا الامتحان الثاني؟ لا 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 لا، يا سلام، جول 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 جول. بن عيادة بكرة ثابتة هزت الشباك في الدقيقة الأربعين. بن عيادة وكأنه واثق من نفسه، وكأنه ضع بيده من هذه المسافة وبهذه الكيفية الهدف الثاني الذي يسجله هذا الموسم. بن عيادة لما تكون الكرة من على بعد 25 أو حتى 30 متر وكأنك منحت له ركلة جزاء، في لحظة غفلة من الجدار الدفاعي بوزيان اسقط أمام هذا الهدف الرائع الذي تصفق له العناصر أو أنصار شبيبة الثورة قبل أنصار شباب قسنطينة. مباراة كبيرة ومباراة مثيرة وأهداف رائعة، مثيرة ومثيرة المباراة. شباب قسنطينة عاد في النهاية، ولكن أعتقد بأن بن عيادة هو الذي سيرفع هذه الكرة. بن عيادة، بن عيادة، يا سلام، جول 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 جول. حسين بن عيادة، حسين بن عيادة يعيدها، حسين بن عيادة وكأنه وضعها في الشباك. قلنا بأن حسين بن عيادة لما يتحصل على هذه الكرات وكأنك منحت له ركلة جزاء. جول جول جولاسو. يا سلام على هذه الأهداف، ما أروع الهدف وما أجمل الهدف، ما أروع وما أجمل الهدف. وضعها له بالمليمتر، تمدد وزيد يا بوزياني. الكرة في الشباك ببراعة بروعة، حارس المرمى فشل في ان يرد هذه الكرة. الهدف الثالث له بهذه الطريقة، يستحق المكانة في المنتخب الوطني. حسين بن عيادة يثبت من مباراة لأخرى أهداف جميلة نتفاعل معها، نشتاق لمثل هكذا أهداف على ملاعبنا، وبالتالي لا تتاح الفرصة في كل مرة انك تعلق في